السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين، كلشي مزيان، الامور نتوما في امان الله. شحال هادي ما حطيت شي فيديو، ولكن قدرت باش نحط لكم واحد الفيديو الاصدقاء والاخوان على قبل واحد المساله ديال هاد الموضوع هذا ديال الزياده في هاد الزيت والزياده في هاد السلعه اللي تزادات وهادشي كامل اللي نتوما تزيدوا في هاد السلعه وتزيدوا في هادشي كامل، ما تتحسوش بهاد المواطن واش خدام ولا ما خدامش، واش عنده ولا ما عندوش، واش باش غادي يصرف، باش غادي يصرف. بعدا اول حاجه عاد شوفوا، عاد باش شوفوا سميتو، شوفوا الزياده، شوفوا هاد المواطن بعدا، هاد المواطن بعدا كاش غيصرف على راسو، عاد شوفوا الزياده، راه بزاف هادشي هذا، شي هادشي، هادشي اللي كديرو فيه راه بزاف، راه مغالى الله على العبد، راه الإنسان مبقاش قادر يزيد معاكم والو، فهمتو؟ مبقاش قادر يزيد معاكم الانسان، صافي طاب بنادم طاب، وقفات بيه حتى للحد، بنادم ملاقيش باش يشري حتى ليكوش حتى الحليب لولادو وليدات صغار، ونتوما ما كاينه زيد في الزيت، زيد في الدقيق، زيد في زيد زيد في اي حاجه، مواد غذائيه، زيد في الماء، زيد في السكر، زيد في اتاي، زيد في واش حشمتو ولا ما حشمتوش؟ واش راعيتو ولاد الناس الفقراء ولا لا؟ هادوك الناس الاغنياء راه كيشريو، ما كاين الكارت كيشي، ما عندوش المشكل اللي تزاد الزيت ولا تزاد السكر ولا اي حاجه تزاد، ولكن بالنسبه للفقير عنده مشكل، راه ما يمكنش لي غادي يشري قرعة الزيت بسبعين درهم باش يطيب طاجين ديال المرقة بطاطا وخيزو، سبعين درهم رخصة تضرب ليه على الأقل، إلا جاي يضرب ليه الحساب ضرب ليه واحد خمس أيام، ونعلو الشيطان وتقاو في خوتكم، تقاو في خوتكم وجه الله، وكنتمنى هذه الرسالة ديالي توصل كاع هادوك اللي ما كيتقاوش الله، ما كيخافوش الله كاملين، واللي كيديو حقوق الناس، راه عيقتو علينا بزاف، راه وقفات صافي، والله تا وقفات بالله، والله تا وقفات بينا حتى للحد، حتى لين، حتى لين غنبقاو بحال ما هكا معاكم، حتى لين، بزاف علينا كاع، ما خليتوش لينا كاع شي حاجه اللي شي حاجه اللي كتعجبنا ما بقيناش كنشوفوها، ديروا معنا شي حاجه ومع هاد الناس، هاد الناس اخص هاد الناس الفقراء، هاد الناس الفقراء راه ما بقاوش قادين يعيشوا في هاد الارض السعيده هادي بهاد الاسعار وهاد الغلا اللي ولا وهاد الشيء كامل، راه بزاف، واللي وصلوا هذا الفيديو هذا الله يجزيكم بخير، اللي وصلوا هذا الفيديو هذا بورطاجي، انا بغيت هذا الفيديو بورطاجي، تشوف هذا الفيديو هذا ديال جمال ايطاليا بورطاجي، الله يرحم لك الوالدين، واللي ما بورطاجي اللي ما بورطاجاش هذا الفيديو راه ما فيش حس الاسلام في قلبه، وكنت كنتمنى هاد الرسالة توصل لكل شيء، هادوك اللي مسؤولين على هاد الشيء كامل، ديروا مع هاد الناس الفقراء حل، هاد الناس هادو ديروا معاهم شي حل، راه بزاف على هاد الناس هادو بقاو كتعطيهم في الأعصاب بحال ما هكايا، الأسعار كلشي زيد، الخضار تزادت، الولك حل تزاد، بنادم شحال تيشد، ما تتشوفوش تقولوا نشوفوا هادوك الناس نزيدوهم في الصالير. نزيدهم في الصالير، اللي كاين اللي خدام ب 2000 درهم، كاين اللي خدام ب 44، كاين اللي خدام، اشنو دير لي؟ ما شفتوش نتوما هادي
شفتوا نتوما غير تزيدوا في الحاجه ديال المواد الغذائيه صافي تهلكوا في عباد الله. شوفوا الصالير، شوفوا الناس شحال كتشد، وشوفوا الناس شحال كتضرب ديال التماره، شوفوا الناس معاش كتفيق الصباح ومعاش كترجع في العشيه. فكروا في هذا الشيء وجيو دوروا شوفوا بعينيكم، شوفوا الناس كيفاش عايشه. ونتمنى هذه الرساله دي توصل لكل واحد. الله يرحم لكم الوالدين، هذا الفيديو هذا بغيتكم تبارطاجيوه. الله يجزيكم بخير وتهلاو ليا فراسكم، وان شاء الله الاسبوع المقبل تنقدم شي فيديو واحد اخر عاوتاني نتكلم على بحال هذا الموضوع هذا. ما غاديش نسكت على هذا الشيء حتى يكون الحل. والسلام عليكم ورحمه الله.